السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التحفيظ تحفيظ القرآن عن طريق ما يسمى بالإشارة؟ فمثلا إذا قرأت إلى السماء انشقت فإنني أشير إلى السماء إلى آخر ذلك، هل يتجوز هذه الطريقة وهل وردت عن السلف؟ لا، لكن الأخرس اللي ما يستطيع النطق يعلم بالإشارة، يعلم بالإشارة ما هو إلى الأشياء، الإشارة إلى النطق، وهم يفهمون هذا، هم يفهمون هذا. والآن وجدت طرق لتعليم الصم والبكم، وجدت طرق والحمد لله تتبع. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.